طب والدتك كانت معاك في اسكندريه لما اتنقلت اسكندريه؟ لا، كانت اتوفت الوالده بقى. يا حبيبتي الوالده كانت اتوفت. في بقى كانت صدمه جامده جدا. بس هقول لك حاجه بقى، حقيقي دعاء الوالده، دعاء الام مستجاب. بشكل ولما تكون امك راضيه عنك حياتك هتاخد سكه تانية. يعني انا وقعت في كذا مشكله، بس سبحان الله ربنا طلعني منها. انا عارف عشان هي دعيالي وراضي عليك بالظبط كده. يعني قبل ما تموت تتوفى، يعني جالها شلل، قعدت فتره سنه شلوله. وبعد كنت انا دخلت بقى في جو التمثيل، ابتدى الثلاثي يبان، وثلاثي اضواء المسرح، وابتدينا ندخل السينما. فلقيتني متضايق كده، بتقولي مالك؟ قلت لها ماما نفسي ابقى، يعني كان نور الشريف حبيب قلبي طالع بقى مكسر الدنيا. عايز ابقى زي نور الشريف كده وامثل افلام وبتاع. هي كانت توفت بعدها بيومين. هي قالت لي انا داعيه لك، والله والله العظيم لا تتخيلي. يعني هي توفت تاني يوم الاقي الاوردرات ورا بعض، سبحان الله ورا بعض. وانا فاكر منهم فيلم بعض يذهب للمأذون مرتين، اللي هو كان عادل وانا طبعا نور الشريف، فيلم من الافلام الجميله. وواحد تاني في الصيف لازم نحب، ما انساش الفيلم ده، كان صلاح ذو الفقار. بقيت انا بقى اعمل ايه؟ اخد بقى الوالد معايا افسحه بقى. يعني لان هو كان بيحب حب غير طبيعي، تعب غير طبيعي. يعني لم ارى في حياتي اخلاص بالشكل ده، لدرجه قعد فتره طويله كل يوم جمعه لازم يروح يزورها، يروح وياخدني معاه. اقول له يا بابا، يعني يقول لي لا اسمع كلامي يا ابني، الروح بتبقى موجوده يوم الجمعه. انت عارف الناس زمان، جيل زمان ده ما يتعوضش. لا 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 طبعا. فبقيت انا بقى اخد الوالد بقى معايا، يعني بقى هو زي ابني. كل ما اسافر تاخد فرقه اخده معايا. يعني لما يجي لي سفر للفرقه وبتاع، ابص عليهم جايبين لي، يقول لي دي تذكره الوالد. كان ينبسط قوي، يعني لففته العالم وحججته وبتاع. الحمد لله. ده باختصار سريع.